أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. مشاهد حصرية من ظهر البيدر، اللحظات الأول بعد التفجير الانتحاري. محمود جمال الدين شهيدا لقوى الأمن وأكثر من 30 جريحا. وفي النشرة أيضا مداهمات في فنادق الحمراء وإقفال طرق في بيروت. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير، صباح واحد كان كافيا لإعادة شبح الخوف. بدأ النهار مع إلغاء احتفال لحركة أمل في اليونسكو بناء على تقرير استخباري أوروبي يحذر من عملية إرهابية ستنفذ اليوم. تلت ذلك مداهمات في منطقة الحمراء وإقفال عدد من الطرقات احترازا قبل أن يفجر انتحاري نفسه أمام حاجز لقوى الأمن في ظهر البيدر. وبحسب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، فإن الاشتباه بالانتحاري في منطقة صوفر أدى إلى تغيير طريقه وعودته إلى البقاع حيث ارتكب جريمته. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فودع تفجير ظهر البيدر في خانة الشواذ وليس القاعدة، لكنه أيضا متوقع وليس مفاجئا. بدوره رأى قائد الجيش العماد جان قهوجي أن الوضع الأمني ممسوك وهناك تضخيم لأحداث اليوم، مضيفا لا تنسوا أن المنطقة خربانة ونحن بألف نعيم. ولكي يكتمل المشهد المتناقض، راجت شائعة ممنهجة تقول أن موكب اللواء عباس إبراهيم هو المستهدف في التفجير، علما أن الموكب صادف مروره بعد قرابة 7 دقائق على التفجير. لكن من ذا الذي ضخم الأحداث؟ ومن أقفل معظم طرقات بيروت؟ ومن اعتقل من اعتقل من داخل فنادق الحمراء قبل أن يخلى سبيل عدد من أولئك النزلاء؟ لكل مواطن أن يختار من تصاريح المسؤولين ما يشاء. الحقيقة الوحيدة أن ثمة شهيدا قد سقط وأكثر من 30 جريحا، وحتى الساعة لا جواب شافيا لهذا السؤال. هل عاد الانتحاريون إلى لبنان؟ إذن كيف بدت ظهر البيدر بعد وقوع التفجير؟ صور خاصة بالـ LBCI تنقل الوقائع بكل قساوتها.